ستظل المرأة لغزا مجهولا في الوقت الذي يعتقد الرجل أنه قادر على حله. هكذا عبر أحد الفلاسفة عن حواء التي تبقى كتابا مطويا على صفحات من الأسرار تجمع ما بين الرقة والعنفوان، الحب والذكاء. أما من الناحية العلمية فقد أثبتت أيضا اختلافها عن الرجل في كثير من الحقائق، منها السلوكية، البيولوجية وحتى النفسية. للمرأة مع الموسيقى حكاية خاصة، حيث تتمتع حواء بأذن موسيقية بنسبة أعلى من تلك الموجودة عند الرجل. تبدأ الفتاة الصغيرة بالمشي في الفترة ما بين 11 و12 شهراً، بينما يخطو الولد أولى خطواته بين السن 12 و14 شهراً، لكن رغم ذلك يبقى الأولاد أكثر شقاوة. وفيما يخص حاستي اللمس والشم فهي أقوى لدى المرأة مقارنة مع الرجل، حيث أن النساء لديهن المزيد من الخلايا في البصلة الشمية المتحكمة في حاسة الشم. بما أن بشرة المرأة أقل سمكاً من الرجل، فإن علامات كبر السن تظهر عندها بصورة أوضح من الرجل. عادة ما تكون المرأة أكثر تعرضاً للاكتئاب من الرجل، ويعود السبب في ذلك إلى أن هرمون الاستروجين، والذي يلعب دوراً في إفراز مادة السيروتيرين المسؤولة عن الحالة النفسية، يفرز عند النساء بطريقة تختلف عنها عند الرجل. تعتبر المرأة أكثر تحملاً للمرض والتعب من الرجل، والسبب في ذلك وجود جهاز مناعة قوي لديها يساعدها على الحماية من الأمراض المعدية. يقول أحد الحكماء: عبقرية المرأة تكمن في قلبها، ويؤكد ذلك العلم، حيث أن قدرتها على تفسير تعبيرات الوجه أكثر من الرجل، كما أنها تعد قادرة على التعرف على الكثير من الانفعالات كالحب والكراهية. وراء كل رجل عظيم امرأة حقيقة معنوية أجمع عليها العالم، الذي يحتفي الآن بيوم المرأة العالمي، مثمنا دورها كنصف المجتمع الذي يكمل آدم ويأخذ بيده نحو طريق السعادة والنجاح.